واحنا قلنا ان الاركان يعني الحاجات الاساسيه اللي لازم تتعمل بحيث ان هي لو ما اتعملتش يبقى الصلاه غير صحيحه، او اتعملت غلط يبقى الصلاه برضو غير صحيحه. تمام. ومن اهم هذه الاركان ايه؟ القيام والركوع والسجود. الركوع معروف والسجود معروف والقيام معروف، يبقى لو انا قادر اعمل الاركان دي يبقى لازم اعملها. تمام. ولا تسقط عن الانسان. يعني انا قادر اقف اصلي وانا واقف، وقادر اركع وقادر اسجد، يبقى لازم اعمل الاركان دي. طيب امتى هذه الاركان بتسقط عن الانسان؟ لو عجز عنها الانسان. العجز. عجز يعني واحد عنده مريض. مشكله في رجليه مش قادر يقف يصلي. خلاص يصلي وهو قاعد. واحد عنده مشكله في ظهره مش قادر يركع ولا قادر يسجد، فخلاص يركع ويسجد على الهوى مفيش مشكله. لكن الحاله اللي انت بتحكيها دي لا، دي مش ضروره. انت معلقه المايك فتقدري تخلعي المايك وتصلي وبعد كده تلبسي وتكملي الحلقه بتاعتك. لكن هنا ده بقى احيانا بيبقى اسمه استسهال. ايوه انا صحيح. بستسهل العباده. تمام بالزبط. لا الضروره تقدر بقدرها. اللي انت فيه في الحاله دي مش ضروره. طيب مثلا هقدر مثلا انا عايز اصلي وراكب مثلا في طياره او راكب في ميكروباص مثلا او في عربيه والصلاه حان وقتها وانا ما عنديش القدره على ان انا اقف اصلي. هنا بقى في عجز، في ضروره، او استقبال القبله، او استقبال القبله، كل ده خلاص عندي. مين. عجز عن القيام او عن الركوع او عن السجود او عن استقبال القبله، في هذه الحاله بنقول ايه؟ صلي بالطريقه المناسبه ليكي واللي تقدري عليها. فربنا سبحانه وتعالى يسر علينا، بس يسر علينا امتى؟ في الحالات اللي انا اعجز فيها ان انا اصلي زي ما ربنا عايز. لان هو ربنا عايزنا نصلي بكيفيه معينه هو قالها لنا. فامتى اغير الهيئه دي والكيفيه دي؟ لما اكون عاجز ان انا اعملها. طب انا قادر اعملها حتى لو في شويه مشقه شويه او في شويه تعب او في شويه ارهاق، مفيش مشكله طالما قادر اعملها. لكن مش قادر خلاص صلي. بلاش استسهال. الله يخليك. صلي بالكيفيه اللي تعجبك في حاله العجز.